جوج بريكات. يمكن كان عنده في الماله. اذا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر مره اخرى من مدينه الدار البيضاء. كنتواجدوا بشارع الحسن الثاني بقرب سبع شوانط. يعني كما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات، هذه هي يعني الحاله اللي صبحت عليها الدراجه الناريه، يعني الدراجه الناريه اللي ضربتها السياره وهربت. يعني كيف ما كتشوفوا معنا، هذا هو موقع ديال الحادث، يعني ضربته السياره وهربت. يعني هذا الشارع على كله كاميرات، فغادي ان شاء الله يتم التعرف على هذا صاحب السياره. يعني كيف ما كتشوفوا معنا، تم نقل صاحب الدراجه الناريه الى المستعجلات في واحد الحاله جد حرجه. فكنتمنوا ليه الشفاء يا ربي، مضروب اصابات خطيره، يعني مضروب على مستوى الراس ديالو، مضروب على مستوى الرجلين ديالو، الحاله ديالو جد خطيره وحرجه. فكنتمنوا ليه الشفاء يا ربي، كنتمنوا ليه انه يبقى على قيد الحياه. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا ايضا، يعني شوفوا الصنداله ديال صاحب الدراجه الناريه، لا اله الا الله. شوفوا مسكين الصنداله ديالو، يعني لا اله الا الله. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الدراجه الناريه، صاحب الدراجه الناريه هنايا، هذا هو موقع الحادث. يعني كيتواجدوا ايضا رجال الامن مشكورين على المجهودات الجباره اللي قاموا بها. شوفوا الاشلاء ديال الدراجه الناريه، يعني الدراجه الناريه تفرتات، مبقى فيها والو. غادي نوريكم الدراجه الناريه كيفاش ولات. شوف المالا طارت من بلاصتها، المالا طارت من بلاصتها. يعني فرجال الامن كيتواجدوا بعين المكان باش يبحثوا ويعرفوا شكون اللي ضرب هاد مول الدراجه الناريه، ويتم البحث ومعرفه اسباب ديال هاد الحادث هذا. يعني بين انه شخص في حاله غير طبيعيه هو اللي ضرب هاد صاحب الدراجه الناريه وهرب. يعني فينا هي الرحمه انك تضرب شخص وتهرب. لا اله الا الله، ما عرفتيه مسكين واش مات واش ما عرفتيه الاصابه ديالو. يعني تم النقل ديالو في واحد الحاله جد حرجه، فكنتمنوا ليه يا ربي قسما بالله الا تم النقل ديالو، انا شفتو بعيني انه تم النقل ديالو في واحد الحاله جد حرجه. كنتمنوا ليه يا ربي الشفاء يا ربي، كنتمنوا انه ما يفقدش الحياه ديالو. هادشي اللي كنتمناه، يعني الراس ديالو مشقق، الراس ديالو تقسم على جوج، اصابات ايضا على مستوى جميع انحاء الجسم ديالو، ما قادرش يتحرك. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يخليه على قيد الحياه يا ربي. الدعوات ديالكم غادي تفيد، الدعوات ديالكم غادي توقف معاه مول الدراجه الناريه. دعيو معاه الله يجيب ليه الشفاء يا ربي، دعيو معاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله القسم الى هذا الشيء، ولا كيبكي شفتو بام عينين ديالي. يعني الاصابه ديالو جد حرجه وخطيره قسما بالله، الا لحمي بورش في شفت داك المنظر. مسكين كله مضروب على مستوى جميع انحاء الجسم ديالو، من الراس ديالو مقسوم، الرجل ديالو كيغوت بها ما قادش حتى يحركها، ايضا مستوى الظهر ديالو ما قادش يحركو. فكنتمنوا ليه يا ربي انه يبقى على قيد الحياه، هادشي اللي كنتمنوا. يعني السياره اللي ضربته ولادت بالفرار، السياره ديال اللي ضربته ولادت بالفرار. فكنتمنوا ليه الشفاء يا ربي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني شوفوا الاشلاء ديال الدراجه الناريه. يعني مشكور ايضا رجال الامن على التواجد ديالهم في عين المكان من اجل معرفه
مو لهذا الشخص، مو لهذه الفعله اللي ضرب هذا مول الموتور وهرب. يعني كيف ما كتشوفوا معنا، شوفوا الملابس ديال هذا الشخص هذا مسكين، شوفوا يعني الصنداله ديالو، شوفوا الصنداله ديال السيد مسكين انها مرميه على الارض. انا الصنداله ديالو محطوطه على الارض مسكينه مسكين. يعني شوفوا ايضا ملابس او السروال، شوفوا مسكين السروال ديالو كان هازو معاه مسكين. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الملابس ديال الضحيه او من خلال الدراجه، كنتمنوا المشاهدين الكرام حتى تعرفوا عليه. يعني كيف ما كتشوفوا معنا العائله ديالو باش تلحق به كذلك المستشفى. يعني الحوايج ديالو، الصنداله، السروال ديالو مسكين. شوفوا الموتور كيفاش ولا. لا اله الا الله محمد رسول الله. فكنتمنوا ليه الشفاء يا ربي. يعني الدراجة عندها ترقيم ديال منطقة سيد البرنوصي، الدراجة ديال ترقيم ديال سيد البرنوصي اللي تعرف على هاد الدراجة النارية، راه الصاحب ديالها دار واحد الحادث جد خطير. فكنتمنوا ليه الشفاء يا ربي. اللي تعرف على هاد الدراجة النارية راه الصاحب ديالها دار حادث سير خطير، راه تم النقل ديالو إلى مستعجلات ابن رشد من أجل تلقي الإسعافات الأولية. فكنتمنوا ليه الشفاء يا ربي. السيارة اللي ضرباتو لادت الفرار وهربات في هذه المنطقة، هذه كيتواجدوا فيها الكاميرات. فإن شاء الله غادي يتم التعرف على صاحب السيارة اللي ضربوا وهرب. فمشكورين أيضا رجال الأمن ديال هذه المنطقة هذه على التواجد ديالهم في عين مكان، مشكورين أيضا رجال الأمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكنتمنوا ليه الشفاء يا ربي. إذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على الأمن، نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.